واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة. وشنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التالية. استمرارا للنجاحات التي تحققها أجهزة وزارة الداخلية في تصديها لجرائم الغش التجاري وكل ما يضر بالبيئة والصحة العامة، تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط 5 مصانع و4 مخازن بدون ترخيص بالإسكندرية والبحيرة والشرقية تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية ومنتجاتها مغشوشة ومن مواد مجهولة المصدر، وتم ضبط أكثر من 800 طن مبيدات وأسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها بالأسواق، و276 طن مواد خام مجهولة المصدر تستخدم في تصنيع فلاتر المياه، وأكثر من 14,000 قطعة فلاتر مياه مصنعة من مواد مجهولة المصدر، وقرابة 12,000 قطعة منتج نهائي لأدوات كهربائية مغشوشة، وضبط 233 طن مواد خام ومنتج نهائي لأعلاف حيوانية مقلدة وبدون بيانات، وأكثر من 16 طن مواد خام بلاستيكية مجهولة المصدر، وقرابة طن مخلفات إلكترونية محظور إعادة تدويرها. وأسفرت جهود الإدارة بنطاق محافظة المنوفية عن ضبط 6 قضايا في مجال حماية الثروة الزراعية بمضبوطات أكثر من 46 طن أعلاف حيوانية و11.5 طن أسمدة زراعية وطنين تقاوي جميعها بدون ترخيص ومجهولة المصدر. وفي مجال حماية البيئة تم ضبط 2 مواد غذائية و4 قضايا أسمدة ومبيدات زراعية وأعلاف حيوانية بمضبوطات قرابة 7 أطنان مواد خام ومنتج نهائي ومواد غذائية بدون ترخيص و33 طن أسمدة ومخصبات زراعية وقرابة 7,000 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، وضبط 130 قضية في مجال حماية الثروة السمكية ومنافع الري ونهر النيل والملاحة الداخلية. ونجحت الإدارة في ضبط مصنع وثلاجة بدون ترخيص بالقليوبية بمضبوطات بلغت 8 أطنان أسماك ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 4 مصانع بدون ترخيص بالقاهرة بمضبوطات أكثر من 10.5 أطنان لحوم ومقطعات دواجن ومواد غذائية منتهية الصلاحية. الإدارة تمكنت من ضبط 3 مصانع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية بدون ترخيص بالجيزة بمضبوطات بلغت 2352 طن مواد خام ومنتج نهائي أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومنسوب إنتاجها لكبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.